انا هو الضايع. ها؟ دخيلة دخيلة. دقيقة أنا أجيبها لك يا صديقي، هذا قال لي بس أي زول فرفر جبني بس أنا بجي غمرك. ما هي التجارة النفيسة ما تجارة التجارة النفيسة. ألو؟ السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام. ايوه أظهر انت أظهر كنت خلينا عايز تعرف أظهر أظهر انت كده كنت خلي قلت بتجيب سلام كلمة أظهر أظهر الواتساب أظهر مش عارف لا أظهر بالواتساب، الواتساب ده يا قبل الواتساب، ده قبل عم. الواتساب، يلا ليه ده قبل تشوفه الواتساب، أنا أشوفه بالواتساب انا رجعت لها بالواتساب. يلا دير تسالك، اسكت خليه تسالك لا خليني نشوفها ما تمثل لنا بقى ساعة عربي هي يا شوفها اخي. دقيقه هو دير تسالك، دقيقه دير تسالك. ها تفضل يا استاذ. خش يلا يلا انت كنت انت عربي انت عشان بتتكلم مثلا اللهجة العربية كويس اي بتتكلم اللغة العربية مش لهجة بتتكلم اللغة العربية وشكلك بتشبه العرب يعني مثلا انت انسان عربي يعني بتقول انت عربي على اي اساس مثلا هل نعم السودان كلها عرب؟ السودان كلها السودان ما عرب؟ عرب لكن كل اللي بيتكلم اللغة العربية هو عرب. يلا النسبة اللي بتتكلم اللهجة العربية كم في المية؟ 25% صح؟ ما عرفني بقى ما اعمل لها احصاء، لكن انت ما لا اعمل لا لها احصاء، لكن 25% اي ما عندك تعال امسك لي جنوب السودان جنوب السودان تمام امسك غرب السودان غرب السودان خلينا نمسك الشمال الشمال اللي بيتكلم عربي كم 17% عندك ديل وين الحلفاويين في عندك الشمال؟ منو المناطق بيتكلم عربي؟ منو المناطق النقل الشوائد والجعالية دقيقة غير الشوائد والجعالية في شمال السودان بيتكلم البطاحنة النيمة النسبة بتاعتها بطاحين كم يا في ابو المية بطاحين؟ بطاحين عندك، بطاحين عندك، شبريه عندك، الهوابير عندك. يلا انت هسي لهجتك هذا العربية الدفاع عندك، الحمر عندك، الترحاوة عندك، الجوامع عندك، كله ركابية. كويس بتفهمه؟ يلا دي ما تعتبر شنو؟ بتعتبر شنو؟ دي ما تعتبر أنا بحكي لك تعتبر من لغة كردفان يا لغة دي لغة أخي. شنو يعني دي هذا؟ لغة دي بتعتبر لغة ما سامعك، ما سامعك. حبيبنا أنت أول حاجة شبكتك تعبان وضعيف، أنا كان غير زول يكون في شبكته قوية عشان يكون الحوار بين الطرفين. أنا ما طبعا زول محايد، بس أنا رابط المكان، لكن شبكتك تعبانة، لا تظن أنت اللي هو شبكتك جالسة تعبانة، ما على بتسمع عبر الواتساب ولغاية تخش في الصفحة، لا ما تظن بتسمع. لكن لا لا ما بتسمع ولا كويس، انا لكن شبك قلت لها شبك كلمني يا ولا شبكتك يا انت زول تعبانه وضعيفه شديد، شبكتك ضعيفه ضعيفه بسرعة ضعيفه. نجيب واحد ثاني يكون شبكته قويه. هاي صاحبك الكبير الفرفره ده برضه شبكته تعبانه ساكت، ده برضه جعجع ساكت، ده برضه جعجع، شبكته تعبانه ساكت. عموما الناس دي صرفوني من اللايف يا جماعه، لانهم كان خاطيننا علي قديم اللايفات القديمه اللي انا قاعد اتكلم فيها الموضوع بتاع الهروب. فعلينا بعد انا اتكلمت في اول اللايف جو غير الاتجاه، فقلت خلاص نمشي عليهم بس نجيب وجهه الناس الحرقانيين والناس المغبونين مني، نجيبهم هنا في اللايف خليه يتجاغموا بيناتهم. طيب طيب وانا عندي الناطق الرسمي باسم اللايف موجود، قال لي في تهدايه راس الدريجه سجلنا اليوم لينكد. الو الو تعبان 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 زي الطين يا ما. انا جيت شغلت لايف والناس دي صرفوني من لايفي، خليت اللايف حقي والناس دي قالوا مغبورين مني انا ولا زعلانين، المهم فقالوا عرفتوا الموضوع ده، فقلنا خلاص هيا اديته من الساعه 9 انا بقفل اللايف. فداري صار في الموضوع ده طبعا، داري ثبت الحته دي، فالحته دي ما بتثبت. الو ابعد من اللايف يا حبيب. ابعد من اللايف يا حبيب، ابعد من اللايف. اي زول خدت لايف من جنبه انا جبته هنا بشيله بره. الو يا بابا،
اول انت من الاخر. بس انا ما لا لا ما خطيتك في اللايف يا حبيبنا، خطيتك في اضاني عشان ما ريحتك وعارف عشان ما تتفاصل. الجمارك 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 بلاش مساحه معك، تفضل يا دول قاعد في اللايف. أبابك السلام عليكم أبابك يا احمد أبابك كسرة، الله مساء الخير يا نور، تفضل. والله ما فهمناك، انت مشكلتك مع العرب ولا مشكلتك مع حبيبي السودان؟ السلام عليكم. هم طبعا الجماعة في لايفات قديمة أنا كان قاعد أتكلم فيها، فعندي عندي مشكلة قاعد أتكلم في دارفور، فطوالي فؤاد بوبطة هرلي جاب لي اللايفات القديمة دي، قال لي أنت كان قاعد تتكلم في العرب وهو اللي خير اللايف، فعديت من نصها عشان يجي يثبت الحروب الوهمية المزيفة الزفت الطين دي، عديت من نصها. فانت رايك شو، فماذا انتم فاعلون في الحروب الوهميه المزيفه؟ ها يا سيدنا بدك الجربات. انا كنت ماشي عندي لايف شغال فيه مشاكل في حالي وكده، هم برام رجعوا طبعا زمان اللايفات القديمه دي، قالوا دي ريحه حاسبوني فيها، قلت لهم حبابكم علي. فانا عندي الناطق الرسمي باسم اللايف بجيبه كل دقيقتين. جرب بس ما في كلام. انا كنت ماشي، انا ما ادري اتكلم في الموضوع ده الليله بالذات. فالناس قاعده زعلانين في جزء من الجزيره وفي جزء من وين، من دارفور من كردفان، فالدار مفتوح عليهم وعندهم فرصه نصها كده يجي يثبت الوهم ده. الله لا والله واحد من زوار السعودية ده بكى عديل، بكى مدموع جاي. بس الو حبابك الحمد لله الله. الو هاي معك، تفضل متصل حبابك. شنو في اخي في مورا يا الحمد لله والله بشر طيبين بخير الله يفضل. عايش اللايف مباشر حطيتك الو دريك الو في اللايف انت يا حبيبنا مدخلين في اللايف ولا وين اللايف؟ انا في اللايف. كيف شنو طيب يا الحمد لله والله تحياتنا، تفضل. تمام تمام يا احمد كسرة، يا احمد كسرة حبابك انا اشرف من الشماليه كويس؟ ها؟ بشر طيب يا اخي الحمد لله. ها؟ أشرف من الشمالية. أشرف أنت من الشمالية. كيف أمورك يا أخي؟ من الشمالية. حبابا. ها بعين اللايفات حقتك كلها عرب وغيره وغيره وتفاصيل كلمة حقهم يترفع عنها يا جماعة، نحن عندنا الآن بلد يا جماعة، بلد تضيع من الناس يا جماعة. بسبب عنصريات، بسبب تكتلات. لا ما في حاجة، حبيبنا حبيبنا سلام عليك. أنت أنا سبوها علي بس. لا 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 لا، احنا شوف لو دارين. أيوه. لو اصلا القوت لو ما فيه شك ما بقول طق صح؟ والمشكله عندها جذور، عندها جذور طبعا صح؟ ننكتها من جذور انا عارف الحاصل شنو الليل الان، الان الكيزان قاعدين ولا ما قاعدين؟ يلا احمد كسر ده اقول لك حاجه، نحن نحبشها من جذور نفرفر يلا انت الان في مشكله بتاعت يا اخي عروبه بتاعت شنو بتاعت اي ما التمن الجاوز الكلام ده. لا يا منور قال لي، لا يا منور قال لي حبيبنا حبيبنا انت مشيت دارفور؟ ارحب شبكتك تعبانه يا شبكتك تعبانه شديد ما بي انا شبكتي ما تعبانه طيب حلو بقطع عندي هنا خلي الناس يشوفوا طيب انت مشيت دارفور؟ لكن اكل اللايف معنا مشيت دارفور؟ الو انت جبتك كمان كيف ما تعرف انا سالتك انا مشيت دارفور؟ انا ما مشيت دارفور سمعت عن دارفور؟ الو اخي شبكتك تعبانه كيف ما شبكتك تعبانه؟ يلا انا دارفور ما مشيت طيب سمعت عن دارفور؟ سمعت انا والله سمعت عن دارفور؟ سمعت عن دارفور؟ سمعت عن دارفور؟ يا اخي يا سيدنا بطيخ اول جيب لك شبكه وبعدين تعالى تكلم انت مشيت دارفور؟ لا سمعت عن دارفور؟ اي الدندويت حين ابتدى الجاب منو خطاه ودور متخلف جاهل امي رجع بجند الناس حتى جايين بالالاف
بالملايين دارين يحجرون قسريا وضرب نهائي ونخلي الاحتسابات الجنائيه بين الاعتبار الجنائيه عديل تهجير قسري وضر واباده جماعيه من جديد. يعني ده كله نسكت والكلام ده قايم في راس المركز هناك والكلام ده قايم على راس الاوبر مزيفه تقول لي العنصريه وخليه لا انا ما اتكلم في الموضوع ده والله هشك حش والله اضربك ضربه من حديد في المحله دي بالذات والله في المحل ده ادق كده لما المطاي ولا هنا تتكلم كيف انا داريني بيدوني عباده نهائي تهجير قسري نهائي داريهم سهوني انت وكده اللي جيت اتكلم معاه بساكت بيتخشوا من الضحك الاول انا قلت امس والشمالين ما قلت لكن الشماليين كذابين ما في اي عربي هنا ما في والدليل السعوديه السعوديه الدليل والكفيل الدليل على ذلك والافضل ضرب بتاع السودانيين والاهانه بتاع السودانيين والمرأة وطلعوا فيديوهات دي بعد تشهر في الميديا قدرت توريني السعوديه السعوديه ده انت هناك زيك والدليل الثاني القاطع الناس اللي وصلوا اوروبا تحدان بل واحد كلهم جبار هنا نحن بارقه نلقي موضوع بتاع الحروب المزيفه نم نصبح نحن السودانيين بلا قلب نرجع نختم المجرمين مني ومنك نبني دولة محترمة لكن ما ممكن نخلي جذور المشكلة ونجي نتكلم في سفاسف الأمور أي أنا هنا نارمان قد ما تقدر تسكرني لأنه أنا أعرف نفسي ميت ميت فمرتي ذات المفروض تشوف لها شغلة ساكتة فلا ساكت لأنه أنا كده كده ميت طيب ألو يا حبيبنا انت شبكتك تعبان يا جماعه الناس يشهدوا لي في المايك شبكتك انت تعبان انت مشيت دارفور قلت لا سمعت عن دارفور لا ما يزن استلك الحمد لله تعرف اللي مدي سؤال جاوبني كل سؤال شميتي جزء من العملية جزء من العملية العسكرية القتالية أي عملية جزء طيب بالراحة هو جزء من جزء من المنظومة العسكرية القتالية سؤال أنا سألتك يا أخي الله أحرجني ما أنا سألتك سؤال يا أخي أنا ما بسمع كلامك أنت جدي أنا بسألك في لايفي بسألك سؤال أنا أنت مارك حبيبي أنت مارك أنت تتكلم على كيفك يا أنا بسألك حميتي جزء من جزء من المنظومة العسكرية القتالية طبعا لا زول لا عنده مؤهلات زول مليشة جندويت رباطي جابون كيزان ما عنده علاقه بالعسكريه من بعيد ولا من قريب كويس ده نقطه النقطه الثانيه جاب كميه من بره يعني في سودانيين 30% و70% ناس بيحاربون انت قاعد تعالي كده وتجي تقول لي انت ما تتكلم في الموضوع بتاع اوروبا ما اوروبا ده حرقك ولا ما في اي اوروبا في السودان اتحداك ما في التحدي اتحداك والدليل على ذلك الناس الموجودين في اوروبا والناس الموجودين في امريكا قالوا نحن بلاك بيبل بلاك وبيولوجيا بيولوجيا هم افريكا بيولوجيا بالدي ان ان انهم افريكا فبطل طلس ده الموضوع الحركه جدا بس الموضوع ده بس ما حركك الناس النازحين واللاجئين والبتاع انا لو مع الحركه مع حركه واحده كان ممكن تجي تشفت فيني تقول انت مع الحركه وحركتك دي انبطحت انا ردمتهم جد معروف انا الزور الوحيد دخلتهم كلهم لا ما بعرف اي حركه ولا بيعترف باي رئيس حركه زور